أهلا بحضراتكم في هذه التغطية. منذ 6 أيام ولا حديث بين مشجعي النادي الأهلي إلا عن أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مع القلعة الحمراء، وذلك عقب استبعادي وترحيلي إلى القاهرة، وكذلك خصم مبلغ 1,000,000 جنيه من مستحقاته لدى النادي الأهلي. لكن المبشر بأن ملف أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا سيتم إغلاقه بشكل نهائي، حيث قرر مسؤول النادي الأهلي منذ قليل قبول الاعتذار الذي تقدم به اللاعب محمود عبد المنعم كهربا عما بدر منه عقب المباراة الأولى في بطولة السوبر المصري، والسماح له بالانتظام في التدريبات مع زملائه على أن تكون مشاركته في المباريات وفقا لرؤية المدير الفني. الحقيقة أنه مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عقد جلسة مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للتصالح وتصفية الأجواء بين الطرفين، وذلك على خلفية الأزمة التي وقعت بعد مباراة سيراميكا الماضية في نصف نهائي كأس السوبر المصري بعد انفعال اللاعب على مدربه بسبب عدم مشاركته في المباراة، ليتم ترحيله إلى القاهرة ورفض بقائه في معسكر فريقه وتغريمه 1,000,000 جنيه. وشهدت الجلسة التي تمت بين كهربا وكولر في ملعب تيتش قبل مران اليوم بعد توسط عدد من مسؤولي النادي الأهلي وكبار اللاعبين في الفريق الأحمر تقريب وجهات النظر بين الطرفين والتصالح، حيث ظهر كهربا في أجواء طيبة وارتسمت البسمة على وجهيهما بعد جلسة اليوم. وانتظم محمود عبد المنعم كهربا في مران الأهلي اليوم استعدادا لمباراة العين الإماراتي في كأس الانتر كونتيننتال للأندية، وذلك بعدما اعتذر عما بدر منه بعد مباراة سيراميكا، ليتم غلق ملف أزمة اللاعب بشكل نهائي. وأبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ناديي الأهلي والعين الإماراتي بلعب وقت إضافي لمدة 30 دقيقة على شوطين، وذلك حال انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل في استاد القاهرة بكأس العالم للأندية انتر كونتيننتال، على أن يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق الفائز حال انتهاء الوقت الإضافي أيضا بالتعادل. ويستضيف الأهلي شقيق العين الإماراتي في 8 مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، وذلك في كأس العالم للأندية انتر كونتيننتال للأندية 2024. وتأهل العين الإماراتي لمواجهة الأهلي في كأس انتر كونتيننتال للأندية 2024 بعدما تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد 6-2 على أوكلاند سيتي النيوزيلندية ضمن الدور التمهيدي. إذن وكما نعيد على حضراتكم، منذ 6 أيام ولا حديث بين مشجعي النادي الأهلي إلا عن أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، وذلك مع القلعة الحمراء عقب استبعاده وترحيله إلى القاهرة، وكذلك خصم مبلغ 1,000,000 جنيه من مستحقاته لدى النادي الأهلي. لكن المبشر بأن ملف أزمة اللاعب سيتم إغلاقه بشكل نهائي، حيث قرر مسؤول النادي الأهلي منذ قليل قبول الاعتذار الذي تقدم به اللاعب محمود عبد المنعم كهربا عما بدر منه عقب المباراة الأولى في بطولة السوبر المصري، والسماح له بالانتظام في التدريبات مع زملائه على أن تكون مشاركته في المباريات وفقا لرؤية المدير الفني. الحقيقة أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عقد جلسة مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للتصالح وتصفية الأجواء بين الطرفين، وذلك على خلفية الأزمة التي وقعت بعد مباراة سيراميكا الماضية في نصف نهائي كأس السوبر المصري بعد انفعال اللاعب على مدربه بسبب عدم مشاركته في المباراة، ليتم ترحيله إلى القاهرة ورفض بقائه في معسكر فريقه وتغريمه 1,000,000 جنيه. وشهدت الجلسة التي تمت بين كهربا وكولر في ملعب التتش قبل مران اليوم بعد توسط عدد من مسؤولي النادي وكبار اللاعبين في الفريق الأحمر تقريب وجهات النظر بين الطرفين والتصالح، حيث ظهر كهربا في الأجواء
طيبة وارتسمت البسمة على وجهيهما بعد جلسة اليوم. أيضا انتظم كهربا في مران الأهلي اليوم استعدادا لمباراة العين الإماراتي في كأس الإنتر كونتيننتال للأندية بعدما اعتذر عما بدر منه بعد مباراة سيراميكا، ليتم غلق ملف أزمة اللاعب بشكل نهائي. وأبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ناديي الأهلي والعين الإماراتي بلعب وقت إضافي لمدة 30 دقيقة على شوطين، وذلك حال انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل في استاد القاهرة بكأس العالم للأندية انتر كونتيننتال، على أن يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق الفائز حال انتهاء الوقت الإضافي أيضا بالتعادل. ويستضيف الأهلي شقيق العين الإماراتي في 8 مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في كأس انتر كونتيننتال للأندية 2024. وتأهل العين الإماراتي لمواجهة الأهلي في كأس انتر كونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد 6-2 على أوكلاند سيتي النيوزلندية ضمن الدور التمهيدي. يعني دي كانت أبرز التفاصيل الخاصة بانتهاء أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، أزمة ملف اللاعب وإغلاقه بشكل نهائي بعدما قرر مسؤول النادي الأهلي منذ قليل قبول الاعتذار الذي تقدم به اللاعب محمود عبد المنعم كهربا عما بدر منه عقب المباراة الأولى في بطولة السوبر المصري والسماح له بالانتظام في التدريبات مع زملائه، على أن تكون مشاركته في المباريات وفقا لرؤية المدير الفني. ومستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع، شكرا جزيلا لحضراتكم.